أعزائي مشاهدي قناة علوم زراعية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علوم زراعية مع إسماعيل البنساوي. زي ما أنا وعدت حضراتكم إن إحنا هنعيش لحظة بلحظة مع نبات الأشواجندا، ووعد مني إن أنا دايما وبصفة مستمرة هنقل لكم أخبار الزراعات بتاعتنا في الأشواجندا، ونبقى مع بعض خطوة بخطوة نعيش الحياة مع الأشواجندا. دي إحدى مزارعنا، وحفاظا على رغبة صاحب المكان، مش هنقول المكان ده فين أو يخص مين، ولكن بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زراعة من ضمن الزراعات المفرحة جدا المبشرة بالخير. الناس الحقيقة أصحاب المكان ملتزمين تماما بالتوصيات والتعليمات الفنية. شكل زراعات مفرح جدا ومبشر بالخير، ونتمنى يا رب إن شاء الله هذه الزراعة تتم على خير للآخر حتى الحصاد. طبعا الخدمة أورجانيك، مش محتاج أن أنا أقول الكلام تاني. مسافات الزراعة زي ما احنا متفقين مع الناس، متر بين الخط والخط زي ما حضراتكم شايفين، بين الشتلة والشتلة تقريبا 50 سنتي، وزي ما انت حضراتكم شايفين ما شاء الله الله أكبر، الأرض عمرانة باللون الأخضر الزاهي، نبات صحي جدا وقوي. نتمنى من الله عز وجل أن يبارك لصاحب هذا المكان في هذه الزرعة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا يا رب إن شاء الله، ونكون سبب في إفراح وتفريح كل مزارعي الأشواجندا. وبنتهز فرصة وأنا بفرجكم على هذا الفيديو الجميل إن أنا أقول لكم إن بالنسبة للتسويق من فضل الله تعالى سبحانه وتعالى، كل يوم بتتفتح لنا سكك جديدة كويسة جدا جدا في موضوع التسويق، وأنا عن نفسي متفائل خير كتير جدا جدا إن شاء الله. وعشمنا في ربنا كبير ان ربنا ان شاء الله يثبت اقدامنا في هذه الزراعه وننجح في تسويقها، وتكون فتحه خير لينا ولكل الناس، ومش بس الاشواجندا بس، لا انا كمان احب اعلن لحضراتكم ان احنا في بصدد الاعلان عن زراعات اخرى، ولكن نطمئن على تسويق الاشواجندا، وهنبدا نتكلم في مجموعه نباتات طبيه وعطريه هامه جدا وذات عائد اقتصادي كويس جدا، ومتطلبات زراعتها بسيطة جدا وبتتحمل كتير من الظروف الغير مناسبة. ان شاء الله الكلام ده استنوه مني في القريب العاجل، واستنوا مني كمان الاعلان عن ان شاء الله مفاجأة كبيرة قوي قوي في التسويق، ان شاء الله هتفرح كل الناس اللي زرعين الاشواجندا، واللي لسه ما زرعوش ونفسهم يزرعوا، واللي بيفكروا يزرعوا ان شاء الله. بس علشان مصداقية الكلام، انا مش هتكلم في موضوع تسويق الاشواجندا دلوقتي الا ان شاء الله لما الكلام يتوثق ويبقى فعلي بنسبة 100%، وهنبدأ نفرحكم ان شاء الله. بس اهم حاجة دعواتكم لينا كلنا بالخير والتوفيق ان شاء الله، وان ربنا يكرمنا في هذا المجال، مجال النباتات الطبية والعطرية. اسيبكم بقى حضراتكم تستمتعوا بهذا الجمال وبهذه اللوحة الفنية الجميلة، ورجاء منكم كل الناس تصلي على سيدنا محمد.